متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من الناظور. خوتي صباح الخير عليكم وصباح الخير على الجميع. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة والسلامة إن شاء الله يا رب. نتمنى تكونوا في صحة جيدة. إذن هكذا هي الأجواء من صبيحة اليوم الخميس، أجواء مثيرة وهادئة بعد الأمطار الخير اللي عرفتها من المدينة خلال اليومين الأخيرين، والحمد لله على هذه الأمطار الخير. الله يرحمنا على قد نفع والله يجيب على قد نفع، والشتاء من الخير والخير راه كيجي مع الشتاء. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، كيف ما كتبوا معنا الان في البث المباشر من الناظور من صبيحه يوم الخميس، الناس اللي في المناطق الاخرى يكتبوا لنا سميتهم في الكومنتير والمنطقه اللي فين هما، ويقولوا لنا كيف عامله الاجواء عندهم، واش صبات شي شتا، واش كاين شي شميسه، واش كاين شي صاد شي حراره. اذا كيف ما كتشوفوا وكيف ما كتبوا معنا الان متتبعات متتبعي قناه شوف تي في في البث المباشر من مدينه الناظور، اجواء هادئه ومثيره بعد أمطار الخير اللي عرفتها المدينة في الساعات الماضية. لأن الحمد لله كنشوفوا كل شيء تنقى وكل شيء ولا مليح، كل شيء ولا زين، يعني بعد ما الشتاء صبات خلال 48 ساعة الماضية، يعني ولله الحمد كيبان لنا الحمد لله الشتاء راه من الخير، والخير راه كيجي مع الشتاء، كيبان لنا كل شيء نقي، كل شيء هو هذاك. سبحان الله العظيم، حتى ديك يعني العجاجه اللي كتكون وديك ملي كتصب الشتاء حتى شي حاجه ما كتبقى، كتجي غير حاجه زينه مع الشتاء. اذا هكذا هي الاجواء بمدينه الناظور، أجواء هادئة ومثيرة فهاد اللحظات هنا بمدينة الناظور. نتمنوا الناس اللي من الفلاحين يكونوا ناشطين وفرحانين، بلا شك الفلاحة راهما ناشطين وفرحانين، وبعد أمطار الخير اللي عرفتها المدينة والمنطقة وبعض المناطق في بلادنا ولله الحمد. ونشوفوا طبعا بعد الارتفاع الصاروخي في الاسعار ديال المواد الغذائيه، طبعا البطاطا الماطيشه البصله الفواكه والى غير ذلك، راه نزلت الماطيشه، راه ما بقاتش دايره 10 دراهم او 8 دراهم، راه ولات دايره غير 6 دراهم 7 دراهم في الناظور، والبصله 3 دراهم، وايضا البطاطا راه دايره غير 2 دراهم و50، الفلفله راه نزلات ما بقاش 30 درهم ولا دايره غير 13 درهم. ايوا نتمنوا مازال الماطيشه تنزل ونوليو نشريوها غير ب 3 دراهم ونص 4 دراهم 5 دراهم، ما فيها باس نشريوها، ما فيها باس نشريوها ب 5 دراهم 4 دراهم، تنزل بعدا شويه ما تبقاش ديك 7 دراهم 8 دراهم 10 دراهم. نشوفوا بحال السنه الماضيه كانت الماطيشه كدير غير 5 دراهم 4 دراهم. نتمنوا يعني الاسعار تنزل شويه خلال الايام القليله المقبله بعد امطار الخير اللي عرفتها بلادنا. يعني فاش كنشوفوا الشتاء تبارك الله ولله الحمد، الاسعار كتزيد تنزل
كيف ما قلت بانه بالامس الماتيشه دارت 6 دراهم في الناظور، البطاطا 3 دراهم، البصله 3 دراهم، والفلفله الحمراء 13 درهم، والخضراء راه دارت 10 دراهم. تحياتي ليك خويا نبيل الاذوف، وتحيه للجماهير الفتحيه اينما كانوا سواء داخل الوطن او خارج الوطن. تحيه الاخ جمال ملاحظ، تحيه الاخ تيمومي، تحيه بالقوضاض عماد حبشه، عمر تويمه، تحيه لنبيل نبيل بارابول، تحيه للجميع الجماهير الفتحيه والنظريه بصفه عامه. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، هكذا هي الاجواء هنا بمدينه الناظور. طبعا بعد الامطار الخير اللي عرفتها المدينه وخلال 48 ساعة الماضية، كنشوفوا أجواء هادئة وأجواء رائعة وجميلة متتبعينا هنا بمدينة الناظور. إذا الناس اللي في المناطق الأخرى يقولوا لنا كيف عاملة الأجواء عندهم، واش كاينة شي شتاء، واش كاين شي صهد، واش كاين شي شميسه. اذا يلا يلا متتبعينا الناس اللي في المناطق الاخرى يكتبوا لنا في الكومنتير كيف هي الاجواء عندهم في المناطق ديالهم. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، احنا مازالين مستمرين معكم في هذا البث المباشر من الناظور. اجواء هادئه واجواء مثيره بعد امطار الخير اللي عرفتها بلادنا خلال الساعات الماضيه، والله يرحمنا على قد نفع والله يجيب على قد نفع، والشتا راه من الخير والخير راه كيجي مع الشتا. كيف ما قلت متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، يعني بعد الامطار الخير اللي عرفتها بلادنا في الساعات الماضيه، نتمنوا من بعض الخضار او بعض المواد الغذائيه تنزل في الثمن، تنزل في الثمن بحال البطاطا بحال الماطيشه. الماطيشه اللي كانت دايره 10 دراهم راه نزلات ولا دايره غير 6 دراهم، ولكن نتمنوا تنزل دير غير 4 دراهم 5 دراهم باش كلشي يعيش، باش كلشي يشري، باش كلشي يتقدى، باش كلشي يكون مزيان وبخير وعلى خير. درويش يعيش وكلشي يعيش. البطاطا ايضا، البصله راه نزلات دايره غير 3 دراهم، ما بقاش ديك 6 دراهم 7 دراهم. وايضا الفلفله الحمراء ومزيان هذا الشيء الحمد لله، والزروديه للقرعه والى غير ذلك. تحياتي ليك خويا رضا مخفي، تحياتي ليك وتحيه لساكنه الناظور. لأن هكذا هي الأجواء هنا بمدينة الناظور، كيف ما قلت أجواء مثيرة، أجواء هادئة بعد أمطار الخير اللي عرفتها بلادنا خلال الساعات الماضية. يعني الحمد لله ولله الحمد، واحد الجو اللي صراحة اللي هو جميل جميل جدا متتبعينا هنا بمدينة الناظور. إذا الناس اللي في المناطق الأخرى يقولوا لنا كيف عامله اجواء عندهم، واش كاينه شي شتا، كاينه شي شميسه، واش كاين شي صهد. اقتراب موسم الصيف، موسم الصيف على الابواب، الناس غادي العطله وتمشي تفواج مع وليداتها مع عائلته مع الاصدقاء ديالهم. كاين طبعا شواطئ جميله في بلادنا، يعني بلادنا فيها ما يتشاف. طبعا الى جينا نشوفوا الشواطئ، كاين شاطئ سيدي بوزي ديال الجديده، كاين شاطئ ديال المحمديه، اكادير، عين دياب، وما نساوش شواطئ الريف، شواطئ مدينه الحسيمه اللي كتعتبر من اجمل شواطئ اللي كاين في بلادنا. شاطئ كيمادو، شاطئ كيمادو، اي شاطئ كيمادو اللي كتعتبر من اجمل شواطئ العالم. شاطئ كيمادو، تلا يوسف، كان شاطئ بادس، السواني، بوسكور، هذه كلها شواطئ تبع لمنطقه الحسيمه. هنا بن علي قالت بانه البصله دايره 10 دراهم في تازا. غاليه غالية الصراحة، 10 دراهم بزاف
لا هو فين غادي يمشي لواحد؟ 10 دراهم راه بزاف. انا في الناظور دارت 3 دراهم 4 دراهم الى غلات كاع. كنهضروا على الخضاريه، الاخرى راه ما بقاتش. الخضاريه راه دايره 3 دراهم. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، ما سخيناش بكم في هذا البث المباشر، وان شاء الله راه غادي نرجعوا لكم في واحد البث مباشر اخر. بقاو معنا وتابعونا، راه كاين ما يتشاف وكاين ما يتقال. متتبعات متتبعي قناه شوف تي في، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر من الناظور، وإلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.